مرة أخرى نقول كرة القدم لعبة لا تؤتمن. تابعوا ماذا حدث في هذه المباراة المجنونة. البرج وبدون مقدمات يتمكن من الوصول مبكرا إلى شباك خضيرية بعد هذه العملية في الدقيقة الخامسة. علي قشي يتمكن من تسجيل هدف السبق. بأريحية كبيرة يواصل الأهلي تسيير هذه المباراة ليتمكن في الدقيقة 21 وبعد هجمة منسقة من إضافة الهدف الثاني عن طريق المدافع منصور. ونهاية المرحلة الأولى بهدفين دون رد لمصلحة الفريق الضيف. المرحلة الثانية وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر في استفاق عناصر الوفاق الأهلي يفعلها من جديد وفي الدقيقة 51 يضيف هدف ثالث عن طريق البديل جيرار. ثلاث أهداف مقابل صفر. من كان يصدق بأن الوفاق سيعدل النتيجة وسيعود من بعيد؟ بالفعل وفي الدقيقة 54 الوفاق يتحصل على ضربة جزاء يتولى التنفيذ المتألق جورمي ليدلل الفارق. بعدها وفي الدقيقة 69 استفاقة من القاطرة الأمامية للوفاق الذي رمى بكل ثقله في الهجوم. العقبي يتمكن من تقليص الفارق مرة ثانية. إنها الإصابة الثانية للوفاق والكل تنفس السعداء. في الدقيقة 73 وفي هذه المقابلة المجنونة الوفاق يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق ناجي. خمس دقائق قبل نهاية الوقت الرسمي الوفاق يعود من بعيد ويتمكن من تسجيل أول تقدم له في هذه المباراة مع هذا الهدف الرابع والأخير في هذه المباراة من تسجيل من إمضاء ومن توقيع العمري والسابع في هذه المباراة المجنونة.